بث تلفزيون البحرين برنامجا خاصا حول سياسة قناة الجزيرة القطرية المعادية لمملكة البحرين، حيث كشف سياسيون وإعلاميون السياسة التخريبية التي ما زالت قناة الجزيرة تتبناها لزعزعة السلم ونشر الفوضى في المنطقة والعالم. وفي هذا الصدد أكد النائب محمد السيسي البوعنين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، أكد أن السياسة الإعلامية لقناة الجزيرة تجاه مملكة البحرين والمنطقة ليست بجديدة، بل هو نهج مستمر لهدم البيت الخليجي الواحد. السياسة العدائية لقناة الجزيرة ضد البحرين وضد الدول المنطقة بشكل عام ليست بجديدة وليست وليلة اللحظة، بل هو نهج من السياسة الإعلامية المتخطة في استهداف كافة الدول العربية ودول الخليج العربي على وجه الخصوص والتحديد. وهذه حملات اللسان الممنهجة اللي تعرض لها البحرين هو استكمال لسلسلة من الحملات العديدة اللي شنتها الجزيرة ليس اليوم وليس يعني لكن من فترات طويلة، والتي هي مثابة معول هدم أمانة للبيت الخليجي بشكل عام. قناة الجزيرة تبادل دوم في زيارة التفرقة بين الشعب الواحد، سعيا منها في زعزعة الاستقرار وزرع الفتن، ذلك الاستناد طبعا على معلومات دائما تكون مغلوطة ومقاطع مشوهة بسونية مقصودة وواضحة للجميع. فتفرقة للشعب الواحد، شعب البحرين وشعب قطر، هو شعب واحد كان تحت حكم الخليفي لردها طويل من الزمن وكان ينعم بكل خيرات الدولة المتقدمة والمتحضرة وبخيرات الديمقراطية وبالرأي والرأي الآخر طبعا المسؤول. اليوم قناة الجزيرة تهدم كل هذه وتهدم كل ما بين الشعب الواحد. وما يخفي على حد طبعا أن قناة الجزيرة ازداد سعارها في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد البحثات والتوافق الخليجي الذي أثمر طبعا عن اتفاقية العلا اللي كانت قبل فترة عدة شهور. الأمر هاي طبعا الاتفاق العلا عمل على رأب الصدع الخليجي وعدد البيت الخليجي الواحد، الأمر اللي طبعا أنا أعتقد أنه هو شكل رعب لقناة الجزيرة وجعلها تخبط تهاجم، لأن هذه القناة شعرت هي ومن يوم أولها ومن يقوم عليها ومن يستضيفها أن أيامها معدودة إذا هذا الصدع تم رأبه وتم لم الشمل الخليجي. لذلك رأينا كل هذه الصرحات من هذه القناة وهذا ليس بجيد عليها، وخصوصا أن القناة القطرية ما زالت مستمرة في نهج الخبيث أمانة لبط مكشوف الجميع، الجميع يعرف طبعا ما تسعى وما تهدف له قناة الجزيرة.